خليني بس لو تسمح لي كابتن ايهاب نروح اللي احنا معانا دلوقتي لايف فيو وكواليس مقر اقامه الاهلي قبل مواجهه وادي دجله ومراسلنا العزيز جدا والشاطر فاروق صلاح. فاروق سمعنا، صباح الخير عليك، واكيد كلنا دلوقتي وجماهير الاهلي عايزين يعرفوا اخر التطورات اللي واصله ليها او اللي واصل ليها الفريق، الاستعدادات، الكواليس، ما تم ما بينهم من احاديث وبيتسو موسيماني. خلينا نعرف منك ايه هو الجديد، اتفضل يا فاروق. في البداية صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير للكابتن إيهاب المصري. وخليني في البداية نهاوند أقول لك كل سنة وأنت طيبة وعيد ميلاد سعيد وسنة سعيدة إن شاء الله. عقبال 1907 سنة، وسنة في حياتك إن شاء الله يكون كلها كل نجاح وخير وسعادة بإذن الله. كلنا متألقين مع بعض بجد يا فاروق وناجحين ودايما كده عندنا هذه الروح الجميلة بجد، يعني الواحد حاسس إن هو فعلا بيشتغل وسط أهله ودي مش حاجة مجاملة والله. شكرا ليك جدا. بالظبط يا نهواد، يعني ده برضه في سياق الكلام وكلام الكابتن ايهاب المصري، واحنا بنتكلم صحيح على الروح، وهي دي اي شيء بينتمي للنادي الاهلي او بيرتبط باسم النادي الاهلي بيكون سر النجاح، هي الروح اللي ما بين افراد المنظومه، اي فرد داخل منظومه النادي الاهلي هو جزء من عائله النادي الاهلي. نقدر بقى نتكلم النهارده يا نهواد على استعدادات فريق النادي الاهلي يوم جديد وجوله جديده من جولات الدوري المصري. النادي الاهلي النهارده بيواجه فريق وادي دجله في مباراة غاية في الأهمية لفريق النادي الأهلي، طبعا مباراة مؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري. نقدر نتكلم إن المران الأخير لمستر بيتسو موسيماني كان عقد يعني محاضرة فنية مع اللاعبين، اتكلم على أهمية هذه المرحلة بدءا من مباراة وادي دجلة. مرحلة صعبة جدا يعني في ظل تحديات كتير وفي ضغوط كتير جدا، لكن دايما رهننا بيبقى على شخصية لعيبة النادي الأهلي، رهننا على الروح اللي موجودة باللعيبة النادي الأهلي. وجود الكابتن محمود الخطيب بالأمس مع اللاعبين، وإحنا خلاص يعني اعتدنا نقول ان الكابتن محمود الخطيب دايما موجود في كل التدريبات مع اللاعبين، وجود الكابتن محمود الخطيب بيبقى اكبر حافز، بيوصل رسائل كتير جدا للاعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي دايما بتبقى على قدر المسؤوليه. مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين على اهميه المباراه، عدم الاستهانه بفريق وادي دجله وعدم النظر لموقع فريق وادي دجله اللي بيحتل المركز قبل الاخير للدوري المصري، شدد على اهميه المباراه، شدد على ضروره استغلال انصاف الفرص. طبعا كان في مسحه طبيه اجريت للاعيبه النادي الاهلي، عايز اقول اكد لك سلبيه مسحه لعيبه النادي الاهلي اللي اجريت بالامس. ايضا يعني عقب المحاضره الفنيه انطلق المران، مستر بيتسو موسيماني ركز على طبعا على جانب بدني خفيف ثم الجانب الخططي والامور الفنيه اللي بيشتغل عليها، حاول ينوع شويه الراجل من انوع اساليب الشق الهجومي، حاول ان الاختراقات عن طريق العمق، عن طريق الاطراف، عن طريق الكرات الثابته، حاول ان هو ينوع شويه في الشق الهجومي للنادي الاهلي. عقب المران اعلن عن قائمه بتضم 22 لاعب لهذا اللقاء، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء لحراسه المرمى، سعد سمير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود متولي، محمد هاني، علي معلول ومحمود وحيد لخط الدفاع، خط الوسط عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، كريم نيدفيد اللي بيعود، يعني اللي بيعود لقائمه النادي الاهلي، اول ظهور لكريم نيدفيد منذ 10 ابريل 2019 يعني منذ اكثر من عامين، عوده لكريم نيدفيد نتمنى له التوفيق. نستكمل باقي قائمه الفريق، محمد مجدي قفشه وحسين الشحات، كهربا وجونيور اجايه، خط الهجوم ولتر ابواليا، محمد شريف وصلاح محسن ومروان محسن. مستر بيتسو موسيماني طبعا وفضل ان هو يريح لاعبي المنتخب الاولمبي مزيد من الراحه للعناصر اللي كانت بتشارك بصفه مستمره، فضل ان هو يضم فقط صلاح محسن لقائمه الفريق. طبعا الاتحاد المصري كان قرر يعني اسناد هذه المباراه لطاقم تحكيم بقياده ابراهيم نور الدين حكم اللقاء، هيعاونه سمير جمال مساعد اول، محمد عبد المجيد مساعد الثاني، الحكم الرابع عصام بكر، اثنين على تقنيه الفيديو محمود بسيوني ومحمد يوسف. تقدري تقولي ان الروح اللي احنا شايفينها النهارده من اللاعبين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، احاديث الجانبيه يعني زي ما كنا بنتكلم على الثنائيات، والكابتن ايهاب المصري اتكلم على لقطه محمد شريف مع ولتر بواليا، اكتر اثنين تلاقيهم قاعدين جنب بعض او بيتكلموا مع بعض، محمد شريف مع ولتر بواليا، السوليه مع حمدي فتحي مع ديانج، ثنائيات سعد سمير مع رامي ربيعه، علي معلول مع محمود وحيد، الروح اللي موجوده ما بين لعيبه النادي الاهلي. طبعا النهارده غيابات الفريق النادي الاهلي، وليد سليمان طبعا للاصابه اللي ان شاء الله هيكون موجود مع الفريق عقب مباراه سيراميكا، ايضا ايمن اشرف اللي بيغيب لحصوله على الانذار الثالث،
بدر بنون طبعا للاصابه بنزل البرد، اتمنى له كل السلامه، وايضا استمرار لخماسي المنتخب الاولمبي. برضو يا نهواند، برضو من الامور اللي احنا عايزين نقربها من الصوره اكتر، الارقام اللي ما بين الاهلي وفريق وادي دجله. الاهلي ووادي دجله كان التقوا في 17 مواجهه، النادي الاهلي فاز في 12، تعادلوا في 4، بينما فريق وادي دجله كان حقق الفوز في مباراه واحده. فريق وادي دجله برضو عشان نقرب الصوره لجماهير النادي الاهلي من معسكر فريق وادي دجلة، طبعا كان رحل عن القيادة الفنية ماريو سلس، تولى القيادة الكابتن عبد الباقي جمال اللي قاد الفريق في 4 لقاءات، تعادل في 3 لقاءات وفاز في لقاء على فريق أسوان بنتيجة 4-1. مباراة صعبة جدا، مباراة مهمة جدا في مشوار النادي الأهلي، أتوقف عليها الكثير من الأمور. إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي، كلنا ثقة في لعيبة النادي الأهلي. أنا موجود معاك يا نهواند، موجود معاك يا كريم لو في أي استفسار أو أي تساؤل، وأيضا الكابتن إيهاب المصري. انت معودنا دايما ان التغطيه بتاعتك بتكون اكثر من رائعه ومتكامله حقيقي يا فاروق، بس انا عايزه اروح معاك لنقطه اخيره جدا. طبعا الرطوبه اللي احنا عايشين فيها وبنشهدها جميعا، وهي بتؤثر مش بس على يعني الجو العام، هي بتؤثر كمان على النفسيه العامه، فطمنا هل في مشاكل؟ التدريبات كانت امبارح وقبل امس كمان تمت يعني كلها بشكل ناجح، ما فيش اي تاثير سلبي من ناحيه الرطوبه وارتفاع درجات الحراره يعني اللي كلنا بنشهده؟ خلينا برضو نعرف منك ازاي حصل تدريب على هذه النقطه، لان هي متعبه جدا بصراحه. نهواند، خليني اقول لك ان انت اثرت نقطه في غايه الاهميه، يعني بيترتب عليها واتوقف عليها ان كان في جلسه جمعت ما بين المستر بيتسو موسيماني والدكتور عبد الرحمن سعيد طبيب التغذيه في النادي الاهلي لتحديد بعض الامور، سواء السوائل سواء المأكولات الخاصه بلعيبه النادي الاهلي، طبعا في ظل هذه الفتره، في ظل ارتفاع درجات الحراره وان اللعيبه بتفقد كتير جدا من السوائل. مستر بيتسو موسيماني بالفعل كان اجتمع مع طبيب التغذيه في النادي الاهلي وافراد الجهاز الطبي، يعني ان يحاول ان يوازن الامر في هذه النقطه. ايضا الجانب النفسي بقى او الاعداد النفسي في هذا السياق، لعيبه النادي الاهلي الدور الكبير جدا اللي بيقوم به الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان مع اللاعبين وتحفيز اللاعبين. في درجات حراره عاليه جدا، في ضغط مباريات، في تلاحم كبير جدا، لكن الحاله النفسيه او الحاله المزاجيه عند لعيبه النادي الاهلي نقدر نقول على افضل ما يكون، شايفينها النهارده في المنعكس على اللاعبين، كل سبل الراحه بتوفر لعيبه النادي الاهلي. خليني برضو اكد على الدور الكبير جدا اللي بيقوم به مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب في توفير اكبر جو او مناخ مناسب للاعبين في المقر في الفندق اللي احنا موجودين فيه، حاله من الهدوء. يعني دايما مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب او الجانب الاداري بيحاولوا يوفروا كل يعني عناصر النجاح لمنظومه النادي الاهلي، علشان كده دايما بنقول النادي الاهلي هيفضل فوق الجميع والنادي الاهلي دايما بالجميع. رائع جدا جدا، واحنا هنختم بالجمله بتاعتك الجميله دي. شكرا ليك جدا يا فاروق، وسلم لنا بقى وتحيه كبيره جدا طبعا مننا لكابتن باتسو وكابتن سيد وكابتن سامي وكل الجهاز الفني وكل اللعيبه، ربنا ان شاء الله يوفقهم النهارده. شكرا ليك يا فاروق.